أكيد رشاب، كنا عم نحكي بالفقرة الأولى عن مواقع التواصل الاجتماعي وإيجابياتها وسلبياتها. بهي الفقرة رح نحكي عن جزء من الاستثمار الصحيح للتكنولوجيا بمجال التطبيقات وغيرها من المواضيع. ومن فترة بسيطة وبجهد استثنائي طبعاً بدأ الموقع الإلكتروني الأول للمحاميين بسوريا، اللي رح نتعرف على تفاصيله أكثر. أكيد مثل ما ذكرتي سلمى، يمكن هي جزئية إيجابية كتير مهمة بهذا العالم الواسع، وهي خطوة كتير حضارية ومهمة ومفيدة. اليوم نحن عم نقدم موقع بخص جميع الخدمات القانونية بكافة أنواعها. رح نتعرف أكثر كيف كانوا عم يشتغلوا وإيمت بلش افتتاح هذا الموقع وشي صعوبات اللي كانت عم تواجههم. وضيفنا لليوم هي الأستاذة المحامية ريما الحاج والأستاذ المحامي سامح التدمري. أهلا وسهلا فيكم ويعطيكم ألف عافية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. يعني من الفترة الماضية يمكن أكثر شيء كنا عم نشوف تطبيقات هي طبيبك أو شيء بخص الطب، يعني عم بيساعد العالم وخصوصا من وقت كورونا. هلأ عم نحكي عن التطبيق الأول للمحاماة بسوريا، إذا فينا ناخذ فكرة من حضرتك وفكرة من حضرتك بالبداية عن كيفية نشوء الفكرة وبداية التخطيط لتصميم هذا النوع. من حكيك عم تقولي إنه نحن صار في مواقع كتير لبعض الخدمات أو بعض المهن، فنحن صار الوقت ليكون في موقع للخدمات القانونية. ومن هون أجت الفكرة لحتى نكون سباقين بهذا الموضوع بإنشاء أول موقع إلكتروني للخدمات القانونية. هلا موضوع الموقع القانوني في كتير، يعني ممكن تلاقي كتير صفحات فيسبوك، بروفايلات فيسبوك، بس كويب سايت هو بيعطيك شوي صبغة بروفيشنال أكتر، وبيعطيك إنه أنت تستهد في موثوق أكتر، وبيعطيك إنه أنت تستهد في شريحة بتكون عم تدور مثلا من برا البلد، لأنه مو كله بدور، يعني صار الأشخاص المثقفين تكنولوجيا بدوروا ويب سايت أكتر من برا البلد أكتر من إنه يدوروا على صفحات فيسبوك أو صفحات التواصل الاجتماعي. صحيح. وفيك يعني تقولي إنه نحن كمهنة فكرية أنت ما عندك برودكت تروجي له، يعني وحتى ما عندك باك جراوند مثلا كمهندس يورجيك شغله، كأطباء تجميلي حطولك العمليات كذا، فهم بيصير عندك شوي إنه كيف بدك تخلي الموضوع ملائم أكتر. فهي كانت شوي صعبة لما حاولنا نعمل الموقع، بس نجحتوا اليوم الحمد لله، اعلنتوا الانطلاقه. خلينا نرجع لفتره التحضير، كيف كنتوا عم تصمموا الموقع، قد ايه اخذ معكم وقت، مين الاشخاص اللي كنتوا يعني عم تشتغلوا ضمن فريق؟ اكيد تفضل. الحقيقه نحن الموقع بيختص بالتكنولوجيا، فبدك انت شركه مبرمجه لهذا الحكي، بخص بالقانون فهذا شيء اختصاصه، فبده يكون في شراكه بهذا العمل، بده تكون نحن كنا من البدايه حابين تكون القصه احترافيه، فاخذت وقت بالتحضير بالتفكير بالفكره لحتى قدرنا نوصل الفكره للشركه المبرمجه لهذا الموقع، ولحتى قدرنا نوصل له شو النقاط اللي بدنا اياها، وهي شركه محترفه. فنحن ما بدنا نطالع الموقع الا لحتى يكون بروفيشنال، تقدر اي فئه من الناس تقدر تصل للمعلومه اللي بدها اياها او للخدمه اللي بدها اياها. فبهالطريقه اخذ وقت كفكره وكتحضير للمشروع وكبدايه مشروع، ففيك تقولي تقريبا بين 4-5 شهور 3 شهور، يعني هيك مينيموم يعني بالوقت. أكيد يمكن مثل ما حكيتي أستاذة ريما، اليوم المصداقية هي شخص، هي شيء مهم بدور عليه أي شخص عم يبحث عن خدمة موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيق إلكتروني. اليوم قديش في عدد مشاركين؟ وطبعا هل في مثلا اختصاصات متعددة؟ لأنه نحن بنعرف طبعا المحاميين مو كلهم كمان اختصاصات معينة. شو هي الاختصاصات؟ أنا إذا بدي أدخل كيف ممكن دور على الشيء اللي بدي مشهورة فيه؟ هلا اثناء خطه العمل نحن لحتى يكون في عنا هذا الموقع، حاولنا نحن يكون اشخاص نحط مصطلح قانوني صحيح وسليم لكن بسيط. يعني انا لانه مو كل الاشخاص اللي عم تعامل معهم قانونيين، او بالاحرى الاشخاص القانونيين هن ما لهم بحاجتي، فانا بتعامل مع الشريحه المستفيده. الشريحه المستفيده مو دائما عندها يعني المام بالمصطلحات القانونيه، فانا حاولت تكون شوي بسيطه وحاولت انا اقدم له خدمات متنوعه بحيث هو يعرف شو بده مني. يعني انا حاولت لما يفوت هو على الموقع ممكن يكون بده شغله هو ما بيعرف شو هي اسمها او شو الموضوع يلي بتتعلق او بتندرج تحت تصنيفه، فانا حاولت احط له تصنيفات متعدده تساعده بهذا الشيء بكل المجالات، يعني جزائي، احوال شخصيه، مستندات ووثائق للاشخاص اللي برا القطر. ويعني حاولت شوي انه اكون، فيني اقول لك انا الصعوبه اللي كانت عندي انه انا ما كان عندي شيء مشابه، فتركت شيء اسمه اقتراحات.
انه اذا في شيء ممكن انا ما كان يعني ما كان بذهني او بذهن الاستاذ اثناء التحضير انه ممكن يترك لي نوت مثلا انه في هي انا ما لقيتها فممكن نضيفها نعمل لها اديشن. استاذ اليوم عم تحكوا بموضوع جدا مهم اليوم، حتى نحن احيانا بنعمل سيرش كرمال اي معلومه قانونيه فبيكون في كذا راي، يعني حتى على الموقع المحامين بين بعضهم يعني في اختلافات بوجهات النظر بموضوع واحد. اليوم قلت حضرتك انشات هذا الموقع، اليوم في فئه مستهدفه انت عم تتوجه لها، ومثل ما ذكرت الاستاذ اليوم عم نبسط المعلومات كرمال توصل بشكل اسهل واسلس. اليوم كان بفكركم فيها فئه انتم اليوم رايحين كرمالها او مستهدفه، او كان الموضوع عام؟ بس بدايه نحن في نقطه مهمه كثير، نحن ما لنا صفحه فيس ليكون في تعليقات ليكون في عده اراء، نحن في مستشارين قانونيين حاليا بالوقت، ممكن مستقبلا يكون في عده مستشارين، فهن رايهم حيكون واحد باي استشاره حتكون. احنا عم نحكي على جوجل، يعني وقت اي موضوع بدك تدخل عليه ممكن تلاقي كذا راي تمام. لنفس الموضوع. نحن هون دورنا كمستشارين من عده اراء نختار لك الراي الصح، والراي اللي ممكن بوجهه نظرنا بيوصلك للشيء اللي بدك اياه من خلال طرح مشكلتك بشكل دقيق. دائما اي مشكله تطرحيها بشكل دقيق لنقدر نحن نجاوبك عليها. بالعموم بيعطوك اجوبه عموميه كثير، فنحن كمحامين مختصين بالقانون ممكن كلمه تفرق بالاستشاره، بتوجهك يمين ولا بتوجهك شمال، بتوجهك بالطريق الصح ولا بتوجهك بالطريق الغلط. فنحن هذا الهدف تبعنا انه نعطيك، نحاول قدر الامكان نعطيك الاستشاره الصح لتوصلك لهدفك حسب مشكلتك. فهي اول شق من السؤال. الشق الثاني، الفئة المستهدفة، هل كان يعني كنتوا حاطين ببالكم احنا رايحين لفئة معينة او لا؟ اليوم الموقع متاح لجميع الثقافات والاعمار. نحن من وقت عملنا الموقع كنا مستهدفين الكل، اي حدا بده خدمة، بده معلومة، بده استشارة فهو موجود. واذا بتلاحظي من اسمه فنحن كنا مستهدفين سوريا للحلول القانونية، سيريان لو سولوشن، فنحن مستهدفين فئة سورية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارج الأراضي الجمهورية العربية السورية والمهتمين بسوريا، المشاريع السورية، استثمار السوري. ونحن بنعتبر أنه حجر بمشروع الاستثمار المقبل على سوريا بإذن الله إن شاء الله. كمان أستاذة ريماي، هل ممكن يتم الاستفادة من هالموقع من طلاب المحاماة؟ يعني حضرتك قلتي الشخص اللي عنده ثقافة قانونية بجوز ما يدخل أو ما يستخدم هذا الموقع، ولكن الطلاب هل في مثلا أحيانا بعض المواقع تنشر، مثلا المواقع الطبية تنشر بعض الحلول الطبية لحالات مريت، لقصص مريت، هل رح يكون في هيك شيء مثلا منشور بالموقع بما انه نحن ما لنا شايفينه ولا نعرف شو التقسيمات اللي جواته؟ في سكشن بالموقع اسمه معلومات قانونية. لانه احنا من لما كنا عم نحكي غير خطة العمل، انا شو اهدافي من هذا الموقع، فكان عندنا فكرة اللي هي نشر التوعية القانونية، لانه نحن اكثر الاشخاص اللي بيجوا لعنا وقاعدين بمأزق قانوني 90% منهم بيكونوا اوريدي ما بيعرفوا انه هي مخالفة او هن خالفوا القانون او ما عندهم الفكرة، عندهم مثلاً نقص بورقة معينة، بسند أمانة، بعقد، فنقص الفكرة القانونية بتعمل مأزق بالحياة، يعني بتعمل مشكلة. فكان إحنا من أهدافنا هو نشر التوعية القانونية. يعني أنا بعطيكي معلومة قانونية بجوز هلأ هي كمعلومة ما كتير تمسك لأنك أنت مالك بالموقف، بس ممكن مع الأيام هي تأخذ بالحسبان. فإذا أي حدا بحب يتثقف قانونيا ففي عنا سكشن اسمه المعلومة القانونية، حتى في عنا صفحة الفيسبوك هلأ حالياً عم ينزل عليها مقالات مناسبة متنوعة. خليني أقول خلينا نرجع شوي لأسرة العمل اللي دائما هنن يعني كانوا ضمن خلية وأنتجوا هذا الموقع الجميل والمفيد الحضاري بنفس الوقت. خلينا نرجع لفترة العمل اليوم، مين الأشخاص المساهمين بهذا الموقع؟ وأكيد في أكثر من عدد، يعني خلينا نحكي بالعدد. يعني الحقيقة أنت أي مشروع بدك تبلشي فيه بدك تختاري الأشخاص الصح مشان ما يكون في عندك آراء كثيرة توجهك بالطريق الغلط. فنحن مبدئياً كنا أنا والأستاذة ريما بفكرة المشروع وحاولنا نختصر فقط على الشركة المبرمجة اللي هي شركة احترافية لمانا بمجالنا، نحن بنختص بمجال. فأنت وقت بدك تعملي مشروع معين فأنت بدك تلجأ إلى أشخاص احترافيين بروفيشنال بهالقصة ليقدروا يعطوكي الشيء اللي بدك إياه. فنحن بالشق القانوني حالياً أنا والأستاذة ريما ولا يمنع بالمستقبل إنه هاي الفكرة يعني. إنه في حدا معكم من الأساتذة أو لا اليوم أنتم بس مكتفين بوجودكم؟ حالياً بالوقت الحالي بداية الموقع نحن مكتفين حالياً، بس ممكن مع الوقت
يكون في مجهزين لهذا الحكي، بس حسب ما يكون في عندك عمل قابل للمستشارين او لا. طيب نحن فينا نقول انه ايام قليله يمكن اطلق فيها الموقع، من خلال هاي الايام القليله استاذه ريما شو بلشتي تشوفي اكثر الاسئله الشائعه اللي عم تتوارد على الموقع من المستخدمين او المتصفحين؟ لا حطينا نحن ميلز وطرق تواصل كونتاكت اس وهيك، اكثر الميلز يلي بوصلوا لنا هي شريحه المغتربين اللي عندهم امور عالقه عندنا بسوريا، يلي بيسالوا على وثائق هي كيف بيتم استخراجها. يمكن وجدوا فرصه هذا الموقع لحتى يلاقوا حدا مختص يجاوبهم. في ناس كثير بتعاني من مشكله النصب والاحتيال عن بعد، خاصة انه خلص ابعث لي اوراقك وانا بمشي لك الامور. التزوير كمان سلمى، انه الاشخاص ممكن انت تتعاملي هون مع شخص يقول لك انه صدقت لك اوراقك الرسميه وترجمت لك اياها وهي تكون اوراق مزوره، كمان بيوقعوا بهذا المأزق. فاكثريه الاستشارات كانت شريحه المغتربين صراحه، شو الاوراق وكيف والترجمه والتصديق الى اخره. كيف كانت ردات الفعل من الناس اللي بعتوا مشاكلهم؟ يعني هل كان انه هذا الراي انه يعني اعطاهم النتيجه اللي هن حابين يسمعوها؟ يعني هلا بصراحه نحن التفاعل كان ايجابي من الاشخاص اللي استشارونا وكان في شكر. وانا برضه هلا بدي احكي نفسه بدي احكي على التفاعل من فئه المحامين، انه كان في تشجيع كثير حلو من الناس اللي فاتت على الموقع وفهمت شو يعني الموقع وفهمت شو يعني انه هذا موقع مختص قانوني. وحتى بدي الفت انه حتى النقابه كانت مشجعه لهذا الحكي، مشجع على موقعنا، ونحن حطينا موقعنا بعلم النقابة بصفة نقيب المحامين، أستاذ نقيب المحامين، وكان مشجع للفكرة وكنا كثير متفاعلين لأي اليوم وبكرة لأي دور لموقعنا بخدمة نقابة المحامين والمحامين بشكل عام. كثير في اساتذه اليوم حابين يكونوا ضمن هذا الموقع. اكيد اكيد، ويمكن الحلو كمان انه هيك خدمات عم تقدم بشكل مجاني، يمكن هذا شيء مو متعودين نحن نلاقي هيك خدمه بشكل مجاني، وخصوصا نعرف من فتره كمان حتى في ناس قالت لا زادت الرسوم، لا ما بعرف شو من هالقصص. لهيك مثل ما حكيتي كثروا المحتالين الموجودين بهذا الشيء، فهلا صار في عنا طريق امن وسالم لاي حدا بيحتاج استشارة قانونية من خلالكم. شكرا على الفكرة الحلوة والمفيدة بهذا الوقت والظرف الصعب، شكرا لكم. اهلا وسهلا فيكم، نورتوا صباحنا، بنتمنى هيك لكم التوفيق. وبدي اترك كلمة الختام مثل ما بيقولوا عندكم، شو حابين تقولوا اليوم ضمن الفكرة عم نحكيها، ونرجع نذكر باسم الموقع لو سمحتوا. يعني احنا ناطرين نتائج حلوة وناطرين خطة ايضا تطوير للموقع بالايام الجاية. اهلا وسهلا بحضرتكم. نحن بنقول او انا بقول انه نحن حطينا خطه وحطينا خطه عمل لحتى يكون موقعنا متميز ويكون موقعنا الاول والسباق بنشر الثقافه الالكترونيه وتقديم الخدمات القانونيه بشكل كامل بكافه انواعها. وبنحاول نتمنى نكون حنقدم هي القصه بطريقه احترافيه تخدم مهنه المحاماه لحتى نوصل شو يعني مهنه المحاماه. شكرا. أهلا وسهلا. أنا بقول إنه أي حدا عنده فكرة، كل عمل عظيم بلش بفكرة، لأن ما يعمون عن عملي عظيم بس بالنهاية هو فكرة حلوة يعني بتطبق على الأرض. فأي حدا عنده فكرة يآمن فيها جدا ويعرف إنه أي شيء بدنا إياه فينا نحصل عليه، وكل شيء بيصير على الأرض فأنت بتحسي شيء كتير حلو من أفكارك بيصير على الأرض فهو شيء كتير حلو. يمكن العظمة اللي ذكرتيها مو بس الإيمان بفكرة، إنك أنت قادر تحققيها ضمن الظروف اللي عم نعيشها. يعني صحيح كل شيء محبط، فاليوم انت قادره تعملي شيء، فهذا الانجاز كثير حلو وكثير عظيم. امني فيه انه عظيم. الحمد لله. اهلا وسهلا فيكم.